دلوقتي خلينا نروح نصبح على زميلتنا هالة الحمراوي ونروح نتعرف منها على اخبار الطقس في القاهره والمحافظات، وكمان نعرف منها ايه اكتر صفه بتضايقها من الشخص اللي قدامها. هالة صباح الخير عليكي. صباح الفل يا جمانه. صباح الخير يا هالة. صباح الفل يا شاذلي. قولي لنا بقى ايه اكتر صفه ممكن تضايقك من الشخص اللي قدامك؟ لا حاجات كتير يعني، انا قاعده سامعاكم من بدايه الحلقه وعماله اقول ايوه انا كمان، ايوه انا كمان، دي كمان بتضايقني انا كمان. انا كمان عندي نفس المشكله. انا كمان عندي نفس المشكله، بس انا يمكن انا بشكل شخصي في حاجتين تحديدا بيضايقوني. يمكن عشان انا برج الاسد، فانا اي حد بيحاول او بيفكر يدوس على كرامتي باي شكل من الاشكال بيلاقي رد فعل عنيف somehow يعني الى حد كبير. والحاجه الثانيه الناس اللي بيقول عليهم عندهم نيجاتيف انرجي او طاقه سلبيه، لان الناس دي بتبقى عندهم بقى كوكتيل من الصفات اللي انتوا اتكلمتوا عليها دي، تلاقيه على طول بيشتكي، على طول مش عاجبه احواله. صحيح. على طول متضايق، يجي يصدر لك كل الحاجات دي، وبعدين تكتشف انه المشاكل اللي بيتكلم فيها دي حاجات عاديه وعند كل الناس، لان مفيش حد ما عندوش مشاكل. صحيح. يعني ربنا قال سبحانه وتعالى وخلقنا الانسان في كبد. فلما تقعد واحده ثلاث ساعات زن 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 على ان اولادها ما بيسمعوش الكلام مثلا، كلنا اولادنا ما بيسمعوش، فانت تتاثري. فانا بلاقي نفسي صدعت. وبلاقي نفسي بدات اتوتر واتعصب، وتلاقي نفسك اتضايقتي انت مش عارفه انت اتضايقتي ليه. وفي برضو نفس الناس دي لما تيجي انت تشتكي لهم تلاقيهم ما بيسمعوش، مش بيعلوا عليك يعني. مثلا انا ما نمتش من امبارح، انا ما نمتش من اول امبارح. طب يعني انا ممكن عندي مصيبه كبيره وهي المشكله ما نمتش من امبارح، جوزي اتخانق معايا، مش يعني حاجات برضو غريبه بتحصل يعني. حاجات بتحصل. فالناس اللي بتقعد اللي هو بيقولوا عليهم شكايين بكايين دول، صح، طول الوقت دول بيستفزوني انا بشكل شخصي. ممكن اقطع علاقتي بالناس دي عادي جدا، مفيش مشكله.